بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع شرح متشابهات صفحة أو وجه رقم صفحة رقم 119، صفحة رقم 119، سورة المائدة من مصحف التبيان المفصل لمتشابهات القرآن الكريم. عندنا أول متشابه معنا في هذه الصفحة آية رقم 65، قوله تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. تتشابه مع سورة الأعراف آية 96، قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. طيب، هنا وجه التشابه إيه؟ هنا في سورة المائدة ولو أن أهل الكتاب، إنما هناك في سورة الأعراف ولو أن أهل القرى. يبقى القرى في الأعراف، إنما الكتاب هنا في سورة المائدة. كذلك واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، هنا تكفير، إنما هناك في الأعراف واتقوا لفتحنا عليهم بركات. لفتحنا عليهم بركات، يبقى الفتح هناك في الأعراف والتكفير في المائدة. التكفير في المائدة والفتح في الأعراف. يعني ممكن كل قارئ أو كل حافظ يبتكر لنفسه كده جملة إنشائية يحفظ من خلالها المتشابه. ممكن نقول التكفير في المائدة والفتح في الأعراف، التكفير في المائدة والفتح في الأعراف. طيب، كذلك في الآية 66 قوله تعالى: ساء ما يعملون. هي الوحيدة في القرآن، وبنقول قاعدة جميلة: وينصح الحفاظ بالعناية بالموضع الوحيد ضمن الآية. باقي المواضع في سورة التوبة، سورة المجادلة، سورة المنافقون: ساء ما كانوا يعملون، بزيادة إيه؟ كانوا. يبقى الموضع الوحيد الذي لم يأتي فيه كانوا أين هو؟ في سورة المائدة آية 66: ساء ما يعملون. ساء ما يعملون موضع إيه؟ وحيد. بقية الآيات ساء ما كانوا يعملون: التوبة، المجادلة، المنافقون. كذلك من المتشابهات في آية 67 قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا الموضع الثاني في سورة المائدة. طيب، الموضع الأول إيه؟ في آية 41: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. طيب، يبقى هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا أيها الرسول. الفاعل المائدة مرتين في الموضع الأول يا أيها الرسول، الموضع الثاني يا أيها الرسول بلغ. الموضع الأول يا أيها الرسول لا يحزنك، إنما الموضع الثاني يا أيها الرسول بلغ. لا يحزنك وبلغ، ممكن نعمل جملة إنشاء نقول لا يحزنك وبلغ، يعني لا يحزنك الموضع الأول، يبقى الموضع الثاني إيه؟ بلغ. طيب، ضابط تاني جميل قوي بقاعدة جميلة، وهي قاعدة إيه؟ أول وثاني، أول وثاني. نجد هنا في الموضع الأول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، نعلم كده على الواو في كلمة يسارعون، يسارعون في الكفر، ونربط الواو مع الواو من كلمة أول، يعني الموضع الإيه؟ الأول. يبقى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يبقى من خلال ذلك نتعلم أو نعلم أن الموضع الثاني يا إيه؟ بلغ ما أنزل. يبقى آيات المائدة يا أيها الرسول ليس في القرآن غيرهما، وباقي المواضع يا أيها النبي تكررت 12 مرة في القرآن الكريم. هذه ملحوظة برضو جميلة، أين جاء النداء يا أيها الرسول؟ مرتين في سورة المائدة. بقية القرآن 12 مرة يا أيها النبي، وهذا النداء تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله عز وجل نادى جميع الأنبياء بأسمائهم المجردة: يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى. أما حينما نادى الله عز وجل على نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم، نادى عليه بنداء التكريم: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. يا أيها الرسول مرتين في المائدة، و12 مرة في القرآن يا أيها النبي. كذلك من المتشابهات في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ الآية، إلى أن قال: والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الموضع الثاني في المائدة. طيب، الموضع الأول في آية 51: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى أن قال، ختام الآية الكريمة: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا التشابه هنا في ختام الآية، في ختام الآية. يبقى الموضع الثاني الذي معنا الآن
ختام الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إنما الموضع الأول إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب ختام الآيات برضو في الموضع الثالث في المائدة في آية 108 ستأتينا، قوله تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادات على وجهه ويخافوا، إلى أن قال: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. بس هناك بقى في الموضع الثالث مش إن الله بقى، لا والله بالواو وليس بإن. يبقى هنربط ما بينهم إزاي ونحفظهم بطريقة سهلة جدا؟ نربط بين الكاف من كلمة يعصمك، يعصمك وكاف الكافرين، ويعصمك في الموضع الثاني والله يعصمك من الناس. يبقى الكاف في كلمة يعصمك ده نربطها بكلمة الكافرين، الكاف مع الكاف تذكرنا بختام الآية الكريم: والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نربط الكاف ديت مع الكاف دي. طيب إيه كمان؟ وكذلك نربط بين لام الظالمين في كلمة الظالمين، واللام من كلمة أول في يعني الموضع الأول في الآية 51 في الآية التي تبدأ: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى أن قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نربط اللام ده بكلمة أول يعني الموضع الأول في سورة المائدة. يبقى الموضع الثالث يبقى معنا اللي هو فيه: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنربط ما بين القاف من كلمة واتقوا وختام الآية الفاسقين. يبقى دي قاعدة جميلة جدا تذكرنا بالمتشابهات إن شاء الله جل وعلا. طيب في متشابهات إيه كمان؟ في الآية 68 قوله تعالى: ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. طيب نشد كده خط كده، لو معانا قلم فسفور يبقى جميل جدا ونعلم بيه في المصحف بتاعنا، ده برضو يذكرنا بالمتشابهات، يخلينا واحنا بنردد وبنحفظ ما ننساش المتشابهات ان شاء الله. ختام الآية: فلا تأس على القوم الكافرين. هنجد الموضع الاول في سورة المائدة آية 26 قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يبقى ختام الآية هناك في الموضع الأول إيه؟ فلا تأسى على القوم الفاسقين. سبحان الله، نفس الألفاظ إلا أن الكلمة الأخيرة فقط هي التي فيها التغيير، الكافرين في الموضع الثاني الذي معنا الآن في الصفحة ديت، وهناك الفاسقين. هنربط ما بينهم بطريقة جميلة جدا، نربط ما بين كلمة وكفرة وتذكرنا بختام الآية الكافرين. يبقى إيه؟ ما أنزل إليك من ربك، ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. نضع كده علامة على كلمة كفرا. يبقى ختام الآية: فلا تأس على القوم الكافرين. طيب الموضع الثاني بقى، الموضع الأول عفوا، الآية 26 قال تعالى: قال فإنها محرمة عليه، بدأت بحرف الإيه؟ بحرف القاف من كلمة قال. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. حرف القاف من حروف الاستعلاء، يبقى حرف القاف ده هو يذكرنا بالإيه؟ بختام الآية من كلمة قال. يبقى الآية ختامها إيه؟ الفاسقين. يبقى وأنا بسمع كده على الشيخ على طول أتذكر قال دي بتذكرني بإيه؟ بتذكرني بختام الآية الفاسقين. طيب في إيه كمان من المتشابهات في الآية 68 التي معنا؟ ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. هذا الموضع الثاني في سورة المائدة. طيب الموضع الأول في 64 قال تعالى: ولزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا، دي بقى اللي بنغلط فيها دايما واحنا بنسمع، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. طيب يبقى هنا في وجه التشابه إيه هنا؟ ولزيدن نفس الألفاظ، ولزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى. الموضع الأول: ولزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا. يبقى الواو من كلمة وألقينا هنربطها مع الواو من كلمة أول يعني الموضع الأول، وبذلك يتبين لنا أن الموضع الثاني ليس فيه إيه وألقينا، وإنما هو طغيانا وكفرا. وفي نفس الوقت كفرة تذكرنا بختام الآية إيه؟ الكافرين. طيب آخر حاجة في المتشابهات معانا في الآية 69 قال تعالى:
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق. طيب هنجد هناك في سورة البقرة، في سورة البقرة قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، في هنا تقديم بقى وتأخير. احنا معانا هنا في المائدة والذين هادوا والصابئون والنصارى، هناك في البقرة والذين هادوا والنصارى الأول وبعدين إيه والصابئين، والنصارى والصابئين. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب هناك في سورة الحج برضو في موضع بيتشابه معنا مع الآيتين دولت، إيه هو؟ قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. طيب هنضبط بقى يعني مرة تأتي والذين هادوا والصابئون والنصارى المائدة، والذين هادوا والنصارى والصابئين البقرة، وبعدين في الحج اللهم ارزقنا الحج بيتك الحرام، والذين هادوا والصابئين والنصارى، والصابئين والنصارى فتقديم الصابئين على النصاررى مثل سورة المائدة. يبقى الموضع الوحيد الذي جاء فيه النصارى قبل الصابئين هو الموضع بتاع سورة البقرة. طيب هنربطها برضو ان ديت قاعدة الموضع الوحيد وينصح حفاظه بالعناية بالموضع الوحيد ضمن الآية، آية البقرة الوحيدة التي قدم فيها لفظ النصارى على الصابئين، وآية المائدة الوحيدة التي جاء بها الصابئون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر علينا حفظ القرآن والعمل بالقرآن، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب آخر حاجة في الآية 70، في الآية 70 فلقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، تشابهت مع الآية 83 من سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، نفس الألفاظ، وجه التشابه هنا إيه؟ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لكن في المائدة لقد أخذنا، هناك في البقرة وإذ أخذنا، يبقى وإذ في الماء وإيه ولقد أخذنا، لقد في المائدة، لقد في المائدة. ممكن نربط الدال من كلمة لقد باسم السورة المائدة، وهناك في البقرة وإذ أخذنا، يبقى لقد فين؟ لقد في المائدة وإذ في سورة البقرة. في موضع كمان برضو معانا في نفس السورة في المائدة ولقد أخذنا، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم، يبقى ولقد بالواو وليس إيه مش لقد. الموضع الثاني في آية 70 هنا لقد، الموضع الأول ولقد، بس هناك في الآية 12 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. يبقى هنا بنقول آية المائدة الأولى الوحيدة أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، باقي المواضع أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ده الصفحة دي مليانة متشابهات سبحان الله. طيب كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، تشابهت برضو مع البقرة، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يبقى سورة البقرة أطول من سورة المائدة، وكلمة استكبرتم جاءت بالسورة الأطول اللي هي سورة البقرة، وبما يعملون بصير في الأنفال، باقي المواضع بصير بما يعملون، دي بقى في آية 71 إن شاء الله هنشرحها في الوجه القادم إن شاء الله جل وعلا. طيب هنا في متشابهات كتير قوي، نسمع الدرس ده، نسمعه مرة واثنين وثلاثة إلى أن تستقر إن شاء الله تبارك وتعالى. وحبذا لو وضعنا كده علامات يسيرة بالقلم الفسفوري في المصحف الخاص بنا نجد الأمور سهلة ويسيرة. طيب آخر حاجة هختم بيها، ما الحكمة من المتشابهات؟ يعني ما الحكمة من المتشابهات؟ الله سبحانه وتعالى جعل المتشابهات دي ليه؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذه المتشابهات حتى نكثر من تلاوة القرآن وتثبيت القرآن، ويظل الحافظ دايما كده منشغل وراء الورد، ورد حفظ وورد تلاوة وورد مراجعة، ماضي قريب وماضي بعيد، ودايما عايز يثبت ودايما عايز يراجع، كل ده عشان نحصل الحسنات الكثير، حصل حسنات كثير. حتى المشايخ كانوا بيقولوا جملة كده وإن كنت يعني لا أحبها، بيقولوا لولا المتشابهات لتغنت به البنات، لولا المتشابهات لتغنى، يعني معنى ان كان كله هيغني بقى القرآن ويصير الامر بالنسبة لهم سهل يعني، لكن المتشابهات الحكمة حتى نكثر من تلاوة
وتكرار آيات القرآن الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك نتدبر، ما هو الموضع لما يكون متشابه في مكان آخر أكيد بيكون فيه يعني مغزى وفي حكمة. وذلك في مصحف تاني اسمه مصحف أسرار التكرار في القرآن الكريم، إن شاء الله كنت سجلت منه بعض الأجزاء وهنكمله إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.